السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا في شرح جديد وفيديو جديد. كما كتشاهدوا معنا تركيبة جديدة خوتي. التركيبة فيها هذه الأربعة ديال الأقمار. فكنت لقيت أصدقائي تعليق في القناة، شنو هما الأقمار اللي نقدروا نزيدوهم مع القمر الأوتيسات 21؟ يعني دابا الصح ديالنا فراه مثبت على القمر الأوتيسات 21. فهاد القمر كتواجد عليه أصدقائي القنوات المغربية كالشرب نظام تي إن تي. فضروري خص يكون عندك أول شيء الريسيبتور يكون كيدعم الملتي ستريم، وكتوجد عليه الفيدات اللي كتظهر ديال القنوات السعوديه. القنوات السعوديه خوتي فضل خصك تكون 50 140. فرحنا كنا درنا فيديو قبل من هذا خوتي طريقه التغاء القمر 26، فهو اللي ثبتنا فيه الصار. فنقدروا نزيدوا فيه اصدقائي هذا القمر، هادو قمر الاسرى 19، قمر الهتبوت، والقمر بدر 26. خوت ندوزو حنايكم ان شاء الله ونكون كنديروا التقطوا هذه التركيبه هذه، وكي غنديروا نركبوا المسطره، وكي درنا التقطنا القمر الاسرى 19 لانه هو فيه المشاكل خوتي، فهو جاي لاصق مسافة قريبة بزاف. تسدي معك واحد اللايك لما كنتش مشترك، شارك في القناة وفعل زر الجرس باش ديما توصل بالجديد. ويلا بينا خوتي لهاد التركيبة هذه. اصدقائي مرحبا بكم، فاحنا رجعنا لكم كما كتشدوا معنا. فالقمر الاول ديالنا فهو القمر الاوتيسات 21 الشرق. فرحنا ملتقطين اصدقائي ومزيرين الصحن ديالنا. من بعد غنركبوا المسطرة ديالنا. فالمسطرة خوتي طريق الصنعة المسطرة اللي كنخدم بها، فغنخلي لكم فيديو في صندوق الوصف وعلامة اللايك كما كتشدوا. فانا موقفة، فما غنكون نشوفوا في الطبسي ديالنا على يدينا اليمين خوتي، غنهبطوا المسطرة ديالنا لتحت. فاول قمر غنشدو قمر اصدقائي الهتبوت. فكما كتشدوا معايا فالاشارة اللي نتخطاها قوية على القمر 26. ندوزو نعطيكم اقوى صدو ديال القمر الهتبوت اصدقائي. نمشيو للقمر الهتبوت. انا كنستعمل التردد ديال القناة المغربية اللي كتواجد على القمر الهتبوت اللي هو هذا اصدقائي 10872. القطبية غتكون فيرتيكال عمودي. الترميز اصدقائي غيكون 27500. نحيدو الكابل ديالنا ونديروه في اللاقط اللي غنشدو به اصدقائي الهتبوت. فالهتبوت خوتي ملي غنكون نشوفوه في التبصير فغيجي هنا على يدينا دليمن. فكما قلت لكم في الاقمر في المسطره فتقلب، فنورمالمون خصو يجينا هنايا خوتي على صحن ثابت، ولكن في المسطره فهو كيولي العكس ديالو. فكاع الاقمار اللي كتكون اصدقائي في الشرق كتولي لنا في الغرب، اللي كتكون عندنا في الغرب كتولي لنا في الشرق. فالقمر اصدقائي الهتبوت فهو كيجي قبل اوتيسات 21، لهذا فهو عندنا في الغرب. ففي المسطره فغيولي لنا اصدقائي في الشرق. فنشدو اصدقائي كما قلت لكم، فغتهبط المسطره، ندخلوا الاعدادات ديال الجهاز ديالنا بعدا. فغنشدو اصدقائي اللاقط من هنايا ونديوه على يدينا اليمين، نحركو غير بلاتي كما شاهدتو. هاي الاشارة اصدقائي ظهرت معايا 91 على تردد ديال القنوات المغربية. اذا اصدقائي عندي هنا الاشارة، فغنشد هاد البالون خوتي وندورو يشوف الفوق ونديرو في المكان اللي شديت فيه اصدقائي الاشارة. فهذا هو المكان اصدقائي اللي شديت فيه الاشاره. فغنستعملوا اصدقائي رونديلا وكرو، ندير وحده من تحت وحده من الفوق ونزيروا اللاقيت ديالنا، وديك الساعات عاد نحاولوا ندوروا واحد شويه ونشوفوا واش زاد معنا الاشاره ولا لا. فهنا كنستعمل اصدقائي ساروت 10 لان الكرو ديال هذا البالون هذا فهو اصدقائي ديال ساروت 10. ونبقى نزير، نزيد نحاول نهبط شويه المسطره نشوف واش زاد معايا الاشاره. فدابا اصدقائي راني شديت القمر على الاشاره، فغنزير المسطره ديالي مزيان باش ما تبقاش تلعب. فدابا نحاول ندور شويه اللاقط، الاشاره استقرت لي في 91. فدابا خوتي حنا التقطنا قمر الهتبوت. دابا غندوزو نعطيكم اقوى تردد ديال القمر الاسرى 19. فالقمر الاسرى 19 فغيجينا ما بين الاوتيسات 21 والقمر الهتبوت، فهو غيجي لاصق اصدقائي مع القمر الاوتيسات 21. فندوزو اصدقائي نعطيكم اقوى تردد ديال القمر الاسرى 19. نشوفوا اصدقائي القناه هي شغاله. نمشيو للقمر الاوتيسات 21، نمشيو للقمر اصدقائي الاسرى 19، نستعملوا التردد ديال قناه الزي دي اف.
لهذا أصدقائي 11362 القطبية غتكون أفقي حرف أش هوريزونتال، الترميز غيكون 22000. ندخلوا الإعدادات ديال الجهاز ديالنا، نحيدوا الكابلي ونستعملوا اللاقيت اللي غنشدوا به الأسترا 19. فهنا خوتي الأسترا 19 كما قلت لكم فراغ يجي لاصق مع القمر التيسات 21، فغنشدوه ونديرو كما كتشاهدوا معايا أصدقائي هكايا. هيا أصدقائي الإشارة بدات كظهر، فهنا خرجت واحد شوية لأنه غيجي داخل مع القمر التيسات 21، فمن الأحسن غتستعمل السكوتش ولا تستعمل فقط أصدقائي كما أنا كنستعمل سلك ونزير به اللاقيت ديالي مع اللاقيت التيسات 21 نفيكسيوه به. وتزير اصدقائي السلك ديالك. وهنا دابا غنحاولوا نزيدوا في الاشاره ديالنا، نهبطوا شويه اللاقيط ونزيدوا ندوروه كما شاهدتوا معايا، هاي الاشاره 91. من الاحسن تزير عليه السلك مزيان منا ومنا ومنا ومنا، فراه هو كما قلت لكم غيجي لاصق معاه. نقرب لكم خوتي باش تشوفوا معايا، فها هو اللاقيط كما شاهدتوا معايا، فراه هنا جاي خارج واحد شويه، فغنشوفوا اصدقائي واش غيأثرنا على الاشاره ديال القمر 921 ولا لا. ردوا فيكمنا، نحيدوا الكابل اصدقائي، فدابا حنا التقطنا قمر الاسرى 19، فخوتي غنركبوا الكابل ديالنا في القمر ديال 921 ونشوفوا كما قلت لكم واش راه اثر علينا في الاشاره ولا لا، داك اللاقيط اللي درناه بجنبه اللي شادين فيه الاسرى 19. كما شاهدتوا معايا هي الاشاره بقى 91، فغنشوف اصدقائي القناه فقط للمصداقيه، فهي القناه اصدقائي شغاله معنا كما كتشاهدوا معنا 91، فيعني اللاقيط ديال الاسرى 19 فراه ما اثرناش خوتي على الاشاره. او الى لقيت انت اثر لك على الاشاره من الاحسن تعدل على اللاقيط، دير بحال هذايا كما شفتوا، فهذا انا منقص فيه جوج ديال الحلقات، فهذا لاقيط عادي كنستعملوه فقط للاماكن اللي كتكون المسافه اصدقائي قريبه، مثلا القمر الاوتيسات 21 والاسرى 19، قمر النيسات والقمر الاوتيسات 5، القمر اصدقائي 42 شرق التركي والقمر الهيلاسات 39 شرق، فهادو اصدقائي كتكون المسافه قريبه مع بعضياتهم. دابا خوتي غنزيدو معنا في التركيبه هذه قمر البدر 26 شرق. نمشيو لقمر البدر خوتي، ها هو، نستعملو اصدقائي هاد الفريكونس هذا نكبر لكم اللي هو 10729، القطبيه غتكون فيرتيكال عمودي، الترميز غيكون 27500. ندخلو الاعدادات ديال الجهاز، نمشيو الكابل ديالنا خوتي ونستعملو في اللاقيت اللي غنلتقطو به قمر بدر، فنستعمل هذا اللاقيط هذا خوتي، فهذا لاقيط عادي من شركة دي جي كلاس، فهذا مونوبلوك هو هذا خوتي كنت كنستعملو، كنشد به الأسترا والهوت بورد، فهو اللي غنديرو في هاد الشرح هذا، فقمر بدر خوتي فهو غيجينا لاصق مع القمر الاوتيسات 21 كما كتشاهدو معايا أصدقائي، هاي الإشارة 84 كما قلت لكم فغيجينا لاصق، فالبلاصة اللي شديت فيها الإشارة خوتي نشدو هذا البالون هذا ونديروه يشوف الفوق. من الاحسن كما قلت لك تستعمل رونديلا وكرو، نزير اللاقط وديك الساعات عاد نحاول نزيد في الاشاره. فمن بعد اصدقائي ما زلت اللاقيط ديالي شديت به قمر بدر كما كتشاهدوا الاشاره عندي 82 84، فغنحاول نزيد ندور شويه اللاقيط نشوف زاد معايا الاشاره ولا لا، نزيد نولي رد في كنت، نزيد نولي ندور واحد شويه، فالاشاره خوتي استقرت لي في 82 84 كما كتشاهدوا معايا. فدابا خوتي حنا ملتقطين القمر بدر 26، قمر الاوتيسات 21، قمر الاسترا 19، والقمر الهوتبود. شوفوا القناة اصدقائي
نمشيو نشوفوا قنوات الـ SS سبور السعودية، نشوفوا شحال فيها في الإشارة. SS اكتبوا، ها هي أصدقائي القنوات، فراني شاد فيهم أصدقائي 91 على التردد ديالهم. خوتي وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا، فهادي هي التركيبة اللي كانت معنا اليوم. التركيبة فيها 4 ديال الأقمار، أقمار الشرق. ما تنساش دير معاكم واحد اللايك إلا ما كنتش مشترك، شاركوا القناة وفعل زر الجرس باش دائما توصل بالجديد ديالنا. أصدقائي تهلاو في راسكم، انتظرونا في حلقة جديدة وشرح آخر.